مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في سلسلة جديدة من حلقات ضيف المشرق، نستضيف فيها عددا من وزراء حكومة الدكتور أحمد طعمة، نطلع من خلالها على مشاريعهم الوزارية، ثم نعود بعد فترة من الزمن لنطلع على نتائج تلك المشاريع. ضيف هذه الحلقة يعتبر أصغر وزير مالية واقتصاد في سوريا والعالم العربي، الوزير إبراهيم ميرو. أهلا وسهلا بك سعادة الوزير. أهلا بك. نرحب بك في قناة أورينت وفي برنامج ضيف المشرق. شكرا لك وشكرا لقناة أورينت. أهلا وسهلا. هل يمكن أن تعرفنا على الوزير إبراهيم ميرو؟ أنا اسمي إبراهيم ميرو، مواليد ديريك المالكية، كردي سوري، خرج من سوريا عام 1998، شاب سوري عمري 20 سنة، ضاعت معي شنطتي وذهبت إلى هولندا كلاجئ سياسي. خلصت دراستي بهولندا في مجال الاقتصاد العام والجزئي والاجتماعي، وعملت 6-7 سنين تقريبا بالبنك المركزي الهولندي في مجال السياسات الاقتصادية، ولاحقا في مجال المراقبة المالية لشركات والبنوك الدولية. يعني كنت معارض سابق للنظام؟ نعم، في تاريخ طويل طبعا للموضوع. كعائلة كنا دائما مستهدفين بسبب انخراط العائلة منذ زمن طويل، وللأسف بعد تركي لسوريا بأسبوعين قتل أخي الدكتور جمشيد ميرو على يد أمن النظام في عام 1998. ف يعني كشاب سوري منذ ذلك اللحظة وحتى قبل خروجي كنت أنتظر هذه الثورة، ودراستي وتهيئة الشخصية كانت لهذه اللحظة لكي نحصل على حريتنا كسوريين. سعادة الوزير، يعني هل وجودك في هذه الوزارة لأنك كردي ومن أجل توازنات سياسية، أم لأنك كفء لهذا الموقع ولهذا المنصب؟ والله انخراطي بالعمل الاقتصادي بالنسبة للثورة كانت منذ بداية الثورة. طبعا يعني قراري أنه أبدأ بدعم هذه الثورة كان منذ اللحظة الأولى، وخاصة أحد الأصدقاء اللي شارك بأول مظاهرة في سوق الحميدية قبل بكم يوم بعت وصيته لبعض الأصدقاء وكأنه سيقتل. مع العلم في كثير من دول العالم عندما تتظاهر هذا شيء عادي، فأثر علي هذا الموضوع كثير كثير. بنفس الوقت حبيت أشتغل بمجالي، فمنذ بدء الحرب الاقتصادية على هذا النظام من قبلنا، من قبل كل شخص مع هذه الثورة والحرب الاقتصادية للنظام على الثورة، حربنا كانت لتقليص الموت، لإضعاف يد النظام، ليقلل موت السوري، وحربه كان لزيادة وتكثيف قتل السوريين. شاركت بموضوع العقوبات الاقتصادية في مجال النفط وفي مجال تثبيت أسماء الكثيرين من أشخاص النظام على لائحة العقوبات، وهم أيضا دمروا كل منطقة بدأوا يخسرونها من الجيش الحر، بدأوا بتدمير البنية التحتية، بدأوا بتدمير كل الخدمات للسوريين كرسالة من النظام: إذا كنتم تريدون الحرية فإن ثمنها هي الفوضى وعدم وجود يعني مكونات سعادة الوزير. يعني تريد أن تقول بأن وجودك في الوزارة لا علاقة له بالموازنات السياسية أو المحاصصات، تريد أن تقول بأن انخراطك في الثورة وكفاءتك الاقتصادية هي التي أوصلت إبراهيم ميرو ليكون وزيرا للمالية والاقتصاد؟ والله حسب الظروف الحالية أظن لازم حدا ما يهنئ الوزراء على هذه المهمة، لازم تتمنى لهم التوفيق، لأنه هي مهمة صعبة جدا جدا جدا. وأنا عادتي مثل ما بيقولوا كونسرفاتيف بالأمور هاي، المبالغة بالظرف الحالي وكأنه كل شيء راح يمشي مثل ما بدنا صعب جدا. فأنا أظن موافقتي على هذا المنصب ما أنكر أنه كان فيه تردد كتير، ولكن كان لازم. يعني لو الكل تخلى عن هذه الأمور من سيقوم بالعمل؟ وأنا يعني الفوز ب 72 صوت أعطاني، نعم حصلت على أعلى نسبة تصويت، وهذا بده يزيد الحمل طبعا على كتفي، بس بتمنى أنه
نتوفق، ومستحيل أقدر أقوم بهالمهمة بدون مساعدة الكفء وفريق متكامل وسوريين اختصاصيين بمجالات متعددة. مستحيل أتوفق بهالمهمة إذا قمت بها لوحدي. سوف نقوم بسلسلة الأسئلة في الحقيقة. نبدأ، هل تعتقد بأن إبراهيم ميرو يستحق هذا الموقع أو هذا المنصب؟ لا أعلم. هل يمكن أن تقنع المشاهد السوري والمواطن السوري لماذا أنت تستحق أن تكون وزير؟ أنا لدي الخبرة العلمية، لدي معرفة بما يحدث بسوريا، ولكن أترك الجواب إلى الفترات القادمة. النتيجة يجب أن تحسم هذا السؤال. اللي أعرفه أنه الاقتصاد والوضع الاقتصادي بسوريا ممكن هو كان أحد أهم الوقود لهذه الثورة. النظام خاصة قبل الثورة، بالأعوام ما قبل الثورة، بدأ بسياسة خاطئة اقتصادية مدمرة تحت غطاء الاقتصاد الاجتماعي، وتحت غطاء شيء جميل قام بالنظام باحتكار مفاصل الاقتصاد السوري. سوف ننتقل إلى هذا الملف. نريد أن تقنع المشاهد لماذا أنت وزيرا للمالية والاقتصاد؟ ما هي شهاداتك؟ ما هي المقومات التي تؤدي إلى أن تشغل هذا الموقع؟ وبالتالي ما هو مشروعك؟ لمؤهلات، لدي ماجستير في الاقتصاد العام والجزئي والاقتصاد الاجتماعي. ماذا عملت؟ عملت كمستشار اقتصادي في البنك المركزي الهولندي، وبعدها لعدة سنوات، وبعدها كمراقب للشركات المالية، ولكن في هولندا. وفي سنتين، طبعا أنت تتحدث 4 لغات: الإنجليزية الهولندية إلى جانب العربية والكردية طبعا، والتركية نحاول حاليا بطبيعة الحال. يعني بطبيعتها بالضبط. يعني المؤهلات العلمية غير كافية، لازم الأكاديمي يخرج من البرج العاجي اللي هو فيه، من الكتب، من النظريات. لازم تعرف شو عم بيصير على الأرض، شو عم بيصير حاليا بسوريا. أنا أظن أنه الفترة اللي فاتت والانخراطي بالعملية الاقتصادية بسوريا وشو كيف الوضع عم يتطور، خلتني اتقرب كتير من الوضع الاقتصادي اللي هو مرتبط بالوضع العسكري، مرتبط بالوضع الاجتماعي، مرتبط بالحرب القائمة، مرتبط بالقتل والتدمير اللي بيتم بسوريا. يعني ما بعرف لو في مجال هلا احكي شوي عن كل الوقت عن, 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 عن الوضع الاقتصادي بسوريا. يعني سوريا دولة صح كانت تقودها الدكتاتورية، ولكن كان فيها مؤسسات. المؤسسات هاي موجودة قبل حافظ الأسد وقبل بشار الأسد. المؤسسات فيها 1.5 مليون موظف للقطاع العام. النسبة للمختلفة لقطاعات الاقتصاد في سوريا كانت متوازنة، لكن السياسة الاقتصادية التي اتبعها هذا النظام، وخاصة في السنوات الأخيرة، ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي. اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي ليس له علاقة باقتصاد السوق الاجتماعي. أنت كتبت يعني في الصحف العربية أعتقد عن هذا الموضوع، وحتى انتقدت خطاب بشار الأسد الذي تحدث فيه بأن لقمة الخبز أعتقد والمواضيع الاقتصادية تكون قبل الإصلاح الاقتصادي. طبعاً طبعاً هم يقولون شيء وينفذون شيئاً آخر. الموضوع أنهم قاموا ليبراليزيشن للاقتصاد السوري، ولكن كل مفاصل الاقتصاد ذهبت إلى حاشيته والناس المقربين منه. فبدأ الحال المعيشية بسوريا تتجه نحو بعض حال معيشية لبعض دول جنوب أمريكا. يعني هناك في طبقة غنية جدا، طبقة فقيرة جدا، وطبقة وسطى معظمهم من الموظفين. يعني رواتب الموظفين تم رفعها قبل هذه الثورة، ولكن العامل العادي، الغير موظف، الفلاح الذي خارج القطاع العام، هذا ضرر كثير. وزيادة رفع الديزل، سعر الديزل، يعني السبسيدي، المساعدات للطاقة، السوق السورية أعتقد المنتجات التركية ربما، يعني كنت بتشوف حالة من عدم الرضا، خاصة بريف دمشق، خاصة بحمص، خاصة بالمدن الكردية. بتشوف أنه مئات الآلاف من الأشخاص
هاجروا من المنطقة الكردية، هاجروا والشمالية الشرقية كلهم هاجروا إلى الشام. يعني هاي كانت أكيد ساهمت في الثورة السورية، لأنه كان في ظلم سياسي، كان في استبداد وكمان ظلم اقتصادي. أنا أظن إنه الاقتصاد السوري حاليا وخاصة مقارنة ب 2010 لما كان يعني النفقات الحكومة بحدود 15.2 مليار دولار والدخل القومي لسوريا بحدود 60 مليار دولار، الوضع تغير تماما أثناء الحرب. صار في إعادة توزيع من قبل النظام، النظام قلص النفقات من الوزارات والخدمات والاستثمار، والكل شيء ذهب إلى وزارة الدفاع وإلى آلة القتل. حسب توقعاتنا أن نظام كل مدخرات سورية، يعني هناك نحو 57 مليار دولار كانت تذهب لوزارة الدفاع، أنت تقول 60 مليار دولار. لا 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 لا، 60 مليار دولار هي الدخل القومي بشكل عام. نعم. الميزانية السنوي. سنوي. ميزانية الحكومة سنويا أو بسنة 2010 كانت 15.2 مليار دولار حسب تقارير الـ IMF، يعني هي التقرير الوحيد اللي IMF شاركت فيه. IMF هي صندوق النقد الدولي، شاركت في التقرير هذا. حسب تقاريرهم والتوزيع لمختلف الوزارات سواء الإيرادات سواء النفقات، بتشوف أنه نوعا ما واحد ممكن يعتمد عليها، لأنه ما كان في عند النظام الرغبة أنه يلعب بالأرقام. هي كانت قبل الثورة ولم يكن لديه إعلان عن الأرقام. الإعلان كان فيه، يعني دراسة الـ IMF طلعت وفريق الـ IMF زار سوريا، هذا مؤخرا يعني ليس في التسعينات مثلا أو في بداية ممكن لا أعلم عن هذا الموضوع. ولكن ما نراه الآن أنه التأثير الاقتصادي للحرب الدائرة الآن والظلم والقتل اللي عم يمارسه النظام تقريبا دمر الاقتصاد السوري. حسب المعلومات في هذا التقرير، الاحتياطي النقدي عند الوزارة عند البنك المركزي بحدود 17 مليار، 5 مليار منها هي النقد الأجنبي. باعتقادنا كله صرف لشراء الأسلحة خلال العامين ونصف. وحسب تقديراتنا كامل الاحتياط النقدي البنك المركزي تم صرفه، ومنذ الشهر الأول 2013 حتى الآن النظام يعني إلى يعتمد بشكل كبير جدا على المساعدات التي تقدم له من قبل إيران ومن قبل قوى أخرى داعمة له. النظام في حالة نزيف مستمر، لأنه المعامل في ريف دمشق التي هي بحدود 20%، المعامل في حلب اللي بحدود 30-40% ما عم تشتغل، ما في تصدير. السياحة انضربت، تصدير النفط انضرب. يعني فعليا الآن النظام في وضع حرج جدا، ولكن في وضعه الحرج حاليا اقتصاديا هو أقوى من المعارضة، اقتصاديا هو أقوى من الحكومة الانتقالية، عفوا الحكومة المؤقتة التي بدأت منذ قبل أين. النظام في هذه اللحظة لديه قوة اقتصادية أكبر. بالضبط النظام أصدقائه من الوعود للتقديم. أصدقائه جديون أكثر من أصدقاء سوريا وأكثر من أصدقاء، أو على الأقل يعني أنا كاقتصادي وكمالي وشاركت في أحد مؤتمرات أصدقاء سوريا أعتقد. نعم، في اليابان. شاركت في اليابان، كنت أمثل الطرف السوري بالنسبة للعقوبات. هل تلقيتم وعود؟ هل شعرت بأنهم جديين بالفعل بأن يقدموا دعما للحكومة أو لأي مشاريع اقتصادية مستقبلية؟ يعني أنا بظن أنه مهمتي اللي استلمتها هي أول شرط هو أنه أكون شفاف تماما موضوع المساعدات اللي عم تيجي وكيف يتم التصرف فيها. السوري لو حكيت معه الصراحة وبشكل شفاف بتقله عندي 100 ليرة وحصتك فيها لكل شخص ليرة بيصدقك، لو بتقله الحقيقة. لو ما بتقله وتضل ضبابي بده يفكر ما عندك 100 ليرة، بده يفكر عندك 100 مليون. فلذلك يعني باجتماعنا الأول أن تعتمد الشفافية في عمل الحكومة. بالضبط، باجتماعنا الأول أنا طرحت هذا الشيء. بس ما هي الحكومة التي لديها أموال وبالتالي سوف تكون متهمة أكثر من الحكومات الأخرى، صحيح؟ بالضبط، ومنذ البداية إذا لم نتمكن بدعم هذه السياسة أنا متأكد سنتعب كثيرا في الفترة كيف القادمة. كيف سوف تعتمد على آليات شفافة؟ هل سوف تسمحون لوسائل الإعلام؟ هل يوجد بالاطلاع على الأرقام، على ما تستلمونه من أموال؟ ممكن أعود للقسم الأول من سؤالك حول التمويل.
لأنه في كثير كلام انحكى بصراحة بالإعلام حول 60 مليون من ألمانيا وحول بعض المساعدات الأخرى. أنا شخصيا أصدق عندما أرى المبلغ على حساب أو في أيدي المعارضة السورية أو في أيدي الحكم المؤقت. حاليا كمعارضة سورية هناك صندوق ائتماني لإعادة أعمار سوريا. الصندوق الائتماني لإعادة أعمار سوريا هي آلية اعتمدت نفس هذه الآلية من قبل البنك الدولي ومن قبل الأمم المتحدة في دول ما بعد الصراعات أو دول تعرضت لكوارث طبيعية، مثلا في حال إندونيسيا بعد تسونامي وفي حال العراق وفي حال أفغانستان وكثير من الدول. ساهمت أنا منذ تقريبا 8 شهور بتأسيس هذا الصندوق. ألمانيا ودولة الإمارات هما الرؤساء المشتركين لمجموعة العمل الاقتصادي لأصدقاء سوريا، هم ساهموا في تأسيس وأنا كنت المنسق السوري منذ الأول في تأسيسه. نجحنا في بناء آلية لتأطير الدعم للمعارضة السورية وخاصة للحكومة المؤقتة. تم تأسيس هذا الصندوق، حاليا عندنا بحدود 50 مليون يورو. المبلغ بسيط جدا، لا يمكن أن ننجح ب 50 مليون يورو، ولكن هي نحن نجرب المحرك الآن، كيف هل سينجح أم لا؟ وإذا أثبتنا للدول أن هذه الآلية ستنجح، أنا متأكد أن الدعم سيكون أكبر وأكبر من أصدقائنا. يعني الآن لديكم 50 مليون يورو؟ هذا المبلغ ولا نستطيع التصرف به كما نشاء. من قبل صندوق الائتمان؟ من صندوق الائتمان. قيل 60 مليون. لا 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 لا, لا 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 هي 50 الخبر مليون. الخبر يقول 60 لا لا هي 50 مليون. ليش عم بقول؟ لأنه الدول عم 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 تصرح بالأمور هاي، وبعدين أمين الصندوق هو البنك التنموي الألماني الذي ساهم بالمارشال بلان بإعادة إعمار ألمانيا. نعم، لكن الخبر يقول 60 مليون يورو وليس لا، الخبر غير حقيقي. ليش عم أقول؟ لأنه إذا تؤكد بأنه 50 مليون يورو. 50 مليون، ولازم اتصل بالموظف اللي بالبنك التنموي الألماني لأتأكد، لأنه بعض الدول بيكون أرسلت. أنت بتعرف إنه حينما يرسل نريد أن نطلع على هذا الوصف. أكيد سوف نفصل أكيد. أكثر بعد فاصل قصير سعادة الوزير. تمام. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. سعادة الوزير، صندوق الائتمان الدولي قدم 50 مليون يورو وليس 60 مليون، ما هي آلية الاستلام؟ الأمين أمانة الصندوق هو البنك التنموي الألماني. ما نقوم به هو أن هناك لجنة هي تحدد كيف تكون آلية الصرف. ما نريده هو الاستلام. نبدأ الاستلام. لا نستلم نحن نقودا، الطرف السوري لا يستلم. الآلية هي والصندوق هذا هو فقط لتعبئة ثغرة، تعبئة ثغرة دعم مشاريع للحكومة المؤقتة، وهي في قطاعات أربعة مهمة جدا: الماء، الكهرباء، الماء والصرف الصحي، الكهرباء، التعليم الصحة. والصحة. الأربع قطاعات هذول حاليا الصندوق يعني يركز عليها. تقدمون المشاريع؟ نقدم المشاريع. هم يأتوا يمولونها، ما الذي سوف ينفذ تلك المشاريع؟ يعني شركات؟ لا ممكن، ولكن يعني المبدأ اللي اتخذناه هو لن نخترع العجلة. بكل بلدة سورية، بكل مدينة سورية فيها 30 لا في 30 40 ألف شخص بمدينة سورية، تسأل شاب عمره 15-16 سنة وين هي وحدة المياه، بده ياخذك لوحدة المياه. مين بدك تشوف هنيك؟ بدك تشوف هلا ممكن أحد المهندسين اللي صار له سنتين ونص عم يجابه الصعوبات ولا زال يعمل بشكل شبه طوعي. صحيح. هذا الشخص لازم حدا يسعفه. قطع الغيار ما عنده. صحيح. تمويل ما عنده، زملائه معظمهم تركوه. هذا الشخص لو الحكومة المؤقتة ما ساعدته، وأي شخص بالمؤسسات الدولة الحالية الموجودة بالمناطق المحررة لازم يعتبر حاله بشكل أوتوماتيكي هو جزء بهذه الحكومة المؤقتة. يعني هو جزء من وزارة الصحة، جزء من وزارة الكهرباء، جزء من وزارة المياه والصرف الصحي والبنية التحتية. هدول هن بالنسبة لنا الجهة المنفذة. هدول هذا الشخص معاشه لازم، رواتبه لازم تعطى. لكن سوف يكون هناك استيراد لقطع غيار، سوف يكون استيراد لمعدات، سوف يكون هناك شركات كبيرة تقوم بالتنفيذ. هذا ملف أعتقد جدا مهم، وربما يدخل فيه الفساد المالي والإداري. مهم جدا، ولذلك الصندوق هذا له وحدة إدارية تعمل من غازي عنتاب،
وهي مكونة من موظفين دوليين مثلها مثل الأمم المتحدة ومثلها مثل البنك العالمي اللي ساهم بالعملية مشابهة لها بإندونيسيا أو بدول أخرى. يعني إحنا كسوريين ما فينا نتحكم بالأمور التدقيق وبأمور المحاسبة، هي كلها الشركة الدولية مثل ما تعاملت مع الحكومة الإندونيسية راح تتعامل معنا. طيب لو تلقيتم دعم دولي آخر سوف يأتي إلى هذا الصندوق أم سوف يأتي إليكم أم كيف؟ هلا الصندوق هذا ما بيكفي، يعني الصندوق هذا مستحيل يتكفل بمعاشات الوزارات. يعني نحن لما عم نحكي عن وزارات بدك تدفع معاشات ممكن لوزارة الدفاع، ممكن تكون لوزارة الداخلية، للشرطة، يعني عم نتكلم عن دولة، ما عم نتكلم عن طرف أو عن 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 ممثل الشرعي للشعب السوري مثل الائتلاف أو ما قبله المجلس الوطني. هنا عم نحكي عن إدارة دولة، ولذلك المبالغ لازم تكون ضخمة وأكثر من هيك. يعني بعطيك فقط فكرة، يعني ميزانية الحكومة السورية ب 2010 كانت 15.2 مليار. لو فرضا بنقول 30% من حيث عدد السكان هي تحت سيطرة المعارضة، معناها بيلزمك بحدود 300 ل400 مليون دولار شهريا فقط لإدارة المناطق المحررة. يعني 50 مليون، وحتى المبالغ اللي تم حتى الآن، يعني بنتشكر المملكة السعودية بإعلان هون عن دعم الحكومة المؤقتة ب 300 مليون، ونتمنى ان الدول 300 مليون دولار مبلغ صغير صحيح، يعني بتمنى من الدول الاخرى كمان تحذو حذو المملكه وتساعد الحكومه المؤقته السوريه المؤقته، لانه اداره الدوله الناس عندها توقعات كبيره جدا، ولا يمكن ان نبدا بدون دعم. اثناء الدعم احد النقاط اللي لازم نركز عليها هو ما هو مردود اي دعم، ما هو مردود اي عمل نقوم به. يعني بنهايه المطاف السوري دائما لما بسحب الصبح بيفكر شو لازم اعمل، هو ما هو مستهلك تماما، شو السوري بيشتغل، عنده الانترنشيب سبيريت، فلازم نساعده، لازم يعتمدوا الناس على حالهم، لازم شوي شوي عجله الاقتصاد تتحرك بالمناطق هي. ولو اعتمدنا فقط على المساعدات الخارجيه ما رح ننجح. أظن المثلث الأساسي كمان اللي عم شوف إنه الوضع المالي والدعم المادي والدعم العسكري وخاصة وزارة الدفاع ودورها والأداء الإداري للوزارات، هي ممكن تنقذ سوريا اللي نحن بصراحة بالوقت الضائع. سعادة الوزير، الآن لدينا 50 مليون يورو و300 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، هذه 300 مليون أين سوف تذهب، من سوف يستلمها؟ عرفنا 50 مليون يورو من سوف يستلمها، 300 مليون يورو دولار عفوا 300 مليون دولار، يعني لو الائتلاف عفوا الحكومة السورية المؤقتة ستستلم هذا المبلغ، وستكون تحت تصرف الوزارة المالية. تماما، إذا سوف تكون لديك هناك 300 مليون دولار سعادة الوزير، كيف من حقي أنا كصحفي ومن حق المواطنين أن نقوم بممارسة دورنا في الرقابة على هذه الأموال، الأولويات التي سوف تصرف عليها وآليات الصرف أيضا؟ هناك مدرستين في التفكير. المدرسة الأولى تقول نحن في حارة حرب ويجب أن لا نعطي كل الأسرار الاقتصادية، أنا أخالف هذه المدرسة تماما، لأننا 40 سنة تحت هذه المدرسة ولم نعرف شيء عن وضعنا. بالضبط، أظن منذ اليوم الأول من حق السوري أن يعرف ما هي الميزانية. إذا امتعت بالشفافية سعادة الوزير؟ أنا متأكد من هذا الشيء. تفضل، متأكد من هذا الشيء. حدثنا عن هذه الآليات تفضل. الآليات طبعا ستكون منذ اليوم الأول، راح يكون هناك في رقابة بكل الوزارات، كل وزارة ستقدم ميزانيتها وستساهم الوزارة المالية في تطوير هذه الميزانيات. أول شيء بلشت فيه هم موضوع المحاسبين والمدققين كي يكونوا جزء من الفريق. طبعا رح نعتمد على نفس الآلية اللي تم ببعض الدول اللي فيها الشفافية عالية، يعني نسبة الشفافية فيها عالية. ويعني برأيي منذ اللحظة الأولى إذا ما بلشنا بالثقافة هي، ثقافة الشفافية وثقافة التدقيق منذ اللحظة الأولى، دودة
الرشوة والفساد رح تدخل جسم الحكومي. حتى ولو كان الوزير إنسان نظيف، لو بلش الجسم يتفكك والرشوة دخلت الأجهزة رح تكون مدمرة. هل سوف يكون لأقاربك مثلا أو أصدقائك مكانا في هذه الوزارة كموظفين؟ لا. ولكن ما هو المعيار للتوظيف إذا سعادة الوزير؟ شوف، يعني أنا بالنسبة إلي بدي خبرك، أنا كنت مدير للصندوق الائتماني لوحدة الإدارة. الشيء اللي عملته منذ اللحظة الأولى أنظر إلى السي في بمعزل عن الاسم، الاسم وبمعزل عن هل هو إذن المعيار الكفاءة وليس درجة القرارة، ولا كردي ولا سرياني ولا آشوري ولا درزي، لا، أو مسلم أو مسيحي، لا. أنا لا أقول كردية، هل هو كفء أم لا؟ لأنك ستحاسب. الشخص لو ليس كفء أو بهذا المنصب لن يشارك في هذه الحكومة. ألا تعتقد أن أقارب لك يعني قد يتخذون موقف منك بأنك لم تدعمهم في هذا في العمل في هذه الوزارة؟ لو قريبي كفء وجيد سيستطيع أن يعمل في أماكن أخرى، ولكن لو في هيئة تعتمد على كفاءات بدون الاسم. إذن وزارة وطنية للكفاءات وليس وزارة بالضبط للمحاصصة العائلية. يعني أنا فيك تحاسبني على وزارتي، فرح تكون هي الآلية للاعتماد تماما. وبعدين أنا بعتبر كل موظف متمكن شريف كان يعمل بالوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد سابقا، وناشد الأشخاص هدول أنه يتواصلوا معنا، أنه يصيروا جزء من هاي الحكومة المؤقتة، يصيروا جزء من الجسم الوزاري. هل هناك جهة يتواصلون معك؟ كيف سوف يتواصلون معك؟ هناك آلية التواصل، لا داعي للحكي عنها في على التلفزيون. سوف تعلن عنها لاحقا مثلا بحيث يتمكن الآخرين طبعا. وعندنا يعني الكثير من السيفيهات، بلشنا حاليا يعني بالنظر إلى الكثير من السيفيهات، السيرة الذاتية. ويعني أظن المهمة راح تكون صعبة جدا، لأنه عادة تستلم وزارة تعمل، ولكن الآن بدأنا بتأسيس الوزارة، بدأنا بتأسيس الجسم الأساسي في الوزارة، وهذا سيتطلب بعض الوقت. كم من الوقت؟ الشيء الذي يمكن أن أحدثك فيه أننا سنعمل بكل جهد. أتمنى يعني أن تكون بشهور وليس أكثر من ذلك، ولكن بنفس الوقت يعتمد الموضوع على الدعم. بدون دعم كي نبدأ تحتاج إلى كوادر، تحتاج إلى أشخاص متمكنين. أي موظف يحتاج إلى دعم مادي حتى يستطيع العمل ضمن فريقك. سعادة الوزير، هل يمكن أن تحدثنا بشكل أكثر تفصيلي عن مشروعك في هذه الوزارة؟ نقنع المواطن السوري بأن هذه الوزارة لديها المشروع المتكامل وبأن هذا الوزير كفء ليشغل هذا الموقع، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. سعادة الوزير، نريد أن تقنع المواطن السوري بمشروعك الوزاري ولماذا أنت الوزير من خلال هذا المشروع، تفضل. طبعا يعني في ترابط كبير جدا بين عمل وزارة المالية وبين الطرف العسكري ووزارة الدفاع والوزارات الأخرى. أظن لازم يكون في معايير واضحة من أين سنبدأ، من أي مدينة سنبدأ، كيف هي إمكانات المجلس المحلي في المدينة؟ أنت تطرح الأسئلة على نفسك جيد. طبعاً كيف إمكانات، كيف هي حالة المجتمع المدني في المدينة؟ كيف هم الناشطون في المدينة؟ كيف وضع الفنيين في المدينة؟ كل هذه الظروف، وهل نستطيع حماية المدينة؟ ليس فقط من نظام، ولكن من بعض القوى الأخرى. كل هذه الأسئلة ستطرح، وهناك خطة نعمل عليها من أين سنبدأ. وأنا أظن السوري لو استطعت أنه تبرهن له أنه وضعه المعيشي الحالي سيتحسن سيؤمن بهذه الحكومة. السوري الآن
ينتظر وينظر كيف سيكون أداء هذه الحكومة. بالنسبة للوزارة المالية لن يعني الحمد لله يعني عندنا رئيس وزراء معروف بنزاهته وهو يدعم كل هذه الخطوات، أن نبدأ بشكل شفاف منذ البداية، أن نكون المشروع الخطوات ما الذي سوف تقومون به؟ تأسيس الوزارات، الميزانيات لكل وزارة، التوسعة بشكل تدريجي. مو معقول يعني هلا ناخذ 300. هل من الممكن سعادة الوزير أن تقوموا بتمويل المشاريع مثلا؟ طبعا عن طريق الصندوق. هذا جزء من مشروعكم؟ أكيد، عن طريق الصندوق الائتماني بدأنا ببعض العمل، عن طريق الأجهزة الأخرى التنفيذية التابعة للائتلاف كانت بدأت بهذا المشروع. لن نقوم بنسف كل شيء، سنبني على ما بني. هل سوف تعطون رواتب للموظفين؟ كل مشروع يدعم في كل مدينة سيكون جزء من هذا المشروع هي رواتب الأشخاص الذين يعملون هناك. هل سوف تدعمون قيمة الليرة السورية؟ هذا الموضوع بصراحة يحتاج إلى أكثر من الوقت. الليرة السورية هي سيف ذو حدين. دعمها يدعم النظام؟ هو موضوع أكثر تعقيداً من هذا الموضوع. يدعم المواطن السوري. فلو الحالة اللي بنشوفها بالشمال السوري في نوع من الدولاريزيشن في الأكونومي، يعني كل تاجر يفكر حاليا لما بيحكي عن سعر أي منتج بيحكي وبباله سعر المنتج بالدولار وليس بالليرة السورية. الموضوع أنه هذا يرتبط بمدى التجارة بين المناطق المحررة ومناطق النظام. إذا مدى التجارة بين المناطق المحررة ومناطق النظام، أو بنشتري كتير من المنتجات تنتج من مناطق النظام، ندعم نحن بهالحالة الليرة السورية، وهو شيء غير جيد لأنه النظام بيستخدم العملة الأجنبية اللي تدفع لشراء المزيد من الأسلحة. لذلك يجب أن نتبع سياسة حكيمة جدا، يعني بالفترة القادمة زيادة الإنتاج في المناطق المحررة أو التجارة مع الدول الجوار وليس مع المناطق التي تحت سيطرة النظام. هل سوف تقومون بتعويض أصحاب المصانع المحال التجارية التي دمرت؟ أنا لو سألت صاحب أي مصنع هل توافقني بأن الأولوية الآن هي تأمين المياه والكهرباء لكل المواطنين أم تعويضك؟ أظن بأنه سيوافق أن الأولوية لازم تكون الآن للخدمات الأساسية. الحكومة لن تستطيع في الفترة الحالية أن تقوم بكل الواجبات، يعني يجب أن نبدأ بشكل تدريجي، وليس لدينا الإمكانية الآن لكي ندفع معاشات ل 300,000-500,000 شخص. يجب أن نبدأ بشكل تدريجي. مشروع متكامل ناجح أفضل من بداية غير مدروسة وفشلها مؤكد. تعويض أسر المعتقلين، الشهداء، من هدمت بيوتهم، أليست أولوية أيضا؟ بالتأكيد، ولكن يعني الموضوع أكبر. هل لديكم دراسة، إحصائيات، قيمة الأموال المطلوبة؟ يمكن تحدث عنها. هناك دراسات تمت من قبل الاتحاد الأوروبي وتمت من قبل الأمم المتحدة ومن قبل بعض المنظمات. الأرقام متضاربة، وللأسف آلة القتل مستمرة وآلة التدمير مستمرة حتى الآن، فلا يوجد شيء ثابت ستاتيك، يعني في تدمير ديناميكي يستمر يوميا. أنا أظن إعادة بناء سوريا مبالغ يعني خيالية تتجاوز 100 إلى 200 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا. نحن لسنا في هذا الصدد، لن نستطيع إعمار أي شيء. كم المبلغ المطلوب سعادة الوزير؟ لا نعلم. أي شخص يقول الآن أنه المبلغ المطلوب هو 50 أو 100 أو 200 هذا غير دقيق، ولكن هناك بعض التوقعات أن المبلغ سيكون بين 100 إلى 200 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا، وهذا المبلغ أظن يمكن يكون واقعي لأنه حجم التدمير بسوريا لإعادة الإعمار الكلي أم المبدئي مثل تعويض البيوت مثلا والأحياء؟ عم نحكي عن الكلي بما فيه التعويضات للأشخاص، للأفراد، للمصانع، للنهوض بالعجلة الاقتصادية. 200 مليار دولار توقعات؟ ما عم أقول لك أنه 200، أظن ممكن يكون بين 100 و 200. وزارة المالية تعد مثل هذه الدراسة بشكل حقيقي؟ صعب جدا في الوقت الحالي لأنه ليس لدينا معلومات عن كل المناطق يمكن البدء فيها، ولذلك هناك قسم أو بمثابة وزارة الأحصاء وممكن أن يبدأوا على الأقل جمع المعلومات المتوفرة حاليا للبناء عليها. يعني
بنهاية المطاف أظن أن لا نستطيع الآن أن نعيد أعمار سوريا، يجب أن نؤهل ما بين أيدينا. مو معقول نبني هلا مستشفى جديدة، مو معقول نبني وحدة مياه جديدة، الأولوية الآن هو إعادة تشغيلها مثل ما قلت. لكن هناك مناطق محرومة من المياه، أليس الأولى أن نقدم لها المياه؟ بالضبط، أنا عم أقول أنه الخدمات الأساسية اللي لازمة أنه الإنسان يستمر بحياته اليومية، الحد الأدنى، الحد الأدنى، لأنه لو في بدك تبلش، بدك تبلش بشكل تدريجي. أنا أظن إذن هي وزارة يعني إسعافية وليست وزارة تنموية. هي وزارة في اللحظة الحالية، في اللحظة الحالية هي وزارة لإعادة التأهيل، وأي شخص يقول بأننا سنقوم بهذا وكذا وكذا هذا الشخص يبالغ. طيب، بعض المناطق تحت سيطرة النظام تحتاج إلى إعادة التأهيل والنظام لا يقوم بذلك، هل يمكن أن تقوموا بمثل هذا العمل؟ ستكون صعوبة أكثر بكثير، لأنه ما في الأكسس، يعني مستحيل أنه نقدر أنه ندخل المناطق هي، خاصة لو كان إعادة التأهيل من حيث المعدات. ولكن المبدأ، من ناحية المبدأ بأي مكان لو وصلنا إلى قناعة أنه نستطيع أن نبدأ سنبدأ. حدثنا أكثر عن هذا المشروع الذي تنوي الوزارة العمل به، العلاقات الدولية مثلا، آلية التواصل مع البنوك الدولية، مع ممولين، كيف يمكن أن تقنعوهم بأهلية هذه الوزارة كي تتلقى الدعم سعادة الوزير؟ هو في يعني شكلين من الدعم دائما، في بايلاترال يعني بشكل مباشر بين الدول وبين الحكومات، وفي مولتيلاترال، آلية الكل بيدعمها عن طريق الآلية. الصندوق الائتماني هي الآلية المولتيلاترال يعني المشتركة. البايلاترال لما بيصير بين الدولة وبين الدول المانحة بشكل مباشر، هي رح تكون كمان مهمة. الشيء اللي بدنا إياه نتخلص من الوضع الحالي، التشرذم الخدمي، التشرذم في 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 موضوع الدول المانحة. الدول بتجي ما بتشوف شريك سوري واضح، أحيانا بتتجاوز الطرف السوري وبتتعامل مع المجالس المحلية بشكل واضح. الحكومة هي بدها تكون جامعة لكل الآليات هي، وبنهاية المطاف أي دعم يدخل أو يساهم في إعادة تأهيل سوريا يجب أن يمر عن طريق ميزانية الحكومة، ولا نريد جزر للدعم في كل منطقة محررة، لا نريد الولاءات أن تكون للدولة المانحة، الولاء أو حتى كلمة الولاء ليس الأفضل، ولكن شرف التنفيذ يجب أن يكون للمهندس البسيط اللي اسمه أبو إسماعيل أو تيسير أو أي شخص آخر، أنه ضحى بكثير من الأمور وضل بوحدة المياه أو بمؤسسة الكهرباء، نام فيها أثناء القصف وبيحميها. نعم، ولدي نماذج. هدول الأشخاص لازم تساعدهم، مش هذا اللي لازم يكون له شرف التنفيذ. المجلس المحلي يكون له شرف التنفيذ، الإدارة المحلية يكون لها شرف التنفيذ، وزارة الزراعة يكون لها شرف التنفيذ، الصحة هيك بتعطي للطرف السوري أنه حكومته المؤقتة اللي تقوم بالعمل وليست الدول المانحة. سعادة الوزير، يعني من خلال عملك في هيئة رقابية في أحد في هولندا، كيف يمكن أن تعمل مثل هذه الهيئة في حكومتك وفي وزارتك وفي الحكومة ككل، يعني لممارسة دورها الرقابي؟ طبعا موضوع بيسموها monitoring and evaluation، يعني الرقابة والتقييم، وبكل الوزارات في أشخاص مختصين يتم تدريبهم، وبيزور الوزارة، بيزور المشاريع، بيزور كل الأجهزة المرتبطة بكل الوزارات. وفي نهاية المطاف لن ندفع رواتب لأشخاص على الورق، ولن ندفع لأشخاص وهميين. فهنا تبدأ مهمة الوزارات في التدقيق، ويعني أهم العوامل أيضا الأشخاص اللي زين كانوا يعملون في هذه المؤسسات، ليس كلهم شبيحة ومؤيدين للنظام، هم موظفين. حتى في الحرب العالمية الثانية كثير من الدول لما رجعوا حافظوا على أجهزة الدولة. أنا أناشد يعني كل موظف لما الدائرة ببلته ببلش تشتغل يرجع ويساعد زملائه ويساعد أصدقائه. بدون الأشخاص هدول سنفشل، بدون التقني وبدون المحاسب وبدون العامل العادي بكل مؤسسة دولة سنفشل. يعني لازم ما يتوقعوا انه نحن
لدينا القدرة أن نعمل لوحدنا بدون التعاون بيننا وبين الأجهزة المختلفة على الأرض، المؤسسات المختلفة، صعب جدا النجاح. سعادة الوزير، أنا أؤكد هنا أكثر على الموضوع الرقابي والشفافية، وأنت تتحدث عن الشفافية وتريد أن تؤكد لنا بشفافيتك في التعاطي مع وسائل الإعلام والهيئة الرقابية. نريد أن نعرف ما هي الآليات التي سوف تقوم بها يعني بحيث أن تتمكن الهيئة الرقابية من الاطلاع على الأموال المستلمة، على النفقات، على المصاريف، على كل هذه الأمور. أيضا وسائل الإعلام، كيف يمكن بالفعل أن نقوم بدورنا من خلالكم بهذا الدور الرقابي؟ طبعا يعني الإعلامي بصراحة دوره كتير كتير مهم. الإعلامي لما بيشوف أن وحدة المياه بلشت تعطي مي لعامة الناس بالمدينة الفلانية، دوره كمان يحكي عن الموضوع بشكل إيجابي، ولما بيشوف أنه في فشل دوره كمان أنه يحكي عن الموضوع بشكل سلبي. وبنرجع مثلا للوزارات، بدنا نتبع نفس الآليات اللي تتبع في الكثير من الدول، في ميزانيات لكلها، في ميزانيات لكل وزارة، وأقصى درجات الشفافية بعمل كل ميزانية. حول الرقابة، يعني وزارة المالية رح يكون فيها قسم خاص بالرقابة، رح يدقق بكل الأرقام، رح يدقق بكل الأمور. يعني حتى هل سوف يسمح للإعلام بالاطلاع على تلك الأرقام؟ يعني في الوثائق المستندات، في شيء اسمه الحرية الحصول على المعلومات. أنا أظن هذا الشيء لازم يتم التشاور فيه، إلى أي حد وإلى أي مدى. وأظن كل هذه الأرقام لازم تكون شفافة، لازم تكون معطاة للجميع. وأظن أن الصحفي له الحق في الاطلاع على هذه الأرقام. المواطن السوري أيضا، ونحن صح، والمواطن عين وعن طريقكم المواطن، عن طريقكم المواطن السوري طبعا. سعادة الوزير، متى يعني عمليا بدأتم عملكم؟ هل بدأتم بالفعل؟ متى سوف تباشرون العمل في هذه الوزارة؟ طبعا الوزارة عمرها كم يوم، الوزارات كلها، الحكومة عمرها كم يوم، ولكن كل وزير، الشيء اللي شاهدته أثناء اللقاءات الاجتماعات الأولية، أنه كل وزير يعني مجهز الكثير من الأمور بحكم علاقتهم بالموضوع، بحكم عملهم. ولكن نحتاج لازلنا نحتاج لبعض الوقت. وكما ذكرت، الموضوع التمويل مهم جدا. بدون تمويل الخطط كلها راح تكون على الورق، وبدون يعني الضمان، الحماية الأمنية وتقوية الطرف العسكري لحماية المدن التي سوف نبدأ بها، أيضا الموضوع سيكون صعب. لا تعتقد تأمين الدعم المالي من الدول المانحة هو دور وزارة المالية تحديدا بحيث تقنع الدول المانحة بأهلية هذه الوزارة؟ وسألتك قبل قليل عن هذا الموضوع، بأهلية الوزارة وضرورة تلقي الدعم وقيام الدول بمسؤولياتها. مثلا، هل أقنعتم أو ممكن أن تقنعوا دول أصدقاء سوريا بضرورة تقديم مبالغ كبيرة وأهلية الوزارة لاستلام تلك المبالغ؟ يعني في شقين للجواب. الجواب الأول أنه وزارة المالية هل لديها القدرة في التصرف؟ هل لديها الكادر القوي في التعامل مع هذا الموضوع؟ أنا أظن حتى عملية الصرف يجب أن تكون بشكل تدريجي مع تقوية أجهزة الوزارات. يعني مو معقول لو في دعم وبنبلش بشكل مباشر نفتح الأبواب ونفتح للدعم بشكل مباشر، لأنه هي بدها تضر. الشق الآخر هو بصراحة سياسي، ويرتبط بمدى جدية أصدقاء سوريا في دعم الحكومة المؤقتة، وهذا يتطلب ليس فقط جهد الوزارة المالية، ولكن جهد القيادة السياسية، جهد رئيس الوزراء، وجهد الائتلاف، وجهد السوريين بشكل عام لدعم حكومتهم، لدعم وزاراتهم، ولدعم توجه الوزارات والحكومة، ولإرسال كل الدعم والنداءات للدول الصديقة لدعم الحكومة المؤقتة. سعادة الوزير، هل يمكن أن تضيء لنا عن الأشياء التي لم نتطرق لها عن حكومتك، مشروعك الوزاري، قبل أن نختم الحلقة؟ وفي الحقيقة سوف نعود بعد 6 أشهر ونسألك عن ما وعدت السوريين به. تفضل. أظن مغطينا كل معظم الأمور، ولكن
الفترة القادمة مثل ما ذكرت صعب جدا، صعبة جدا، وبدون مساعدة السوريين صعب جدا الحكومة هي تنجح. وأي شخص رجاء لا تشوف حالك متفرج، شارك الحكومة المؤقتة، شارك الجميع. وكما ذكرت كل، أنا أعول بصراحة على موظفي الحكومة المؤقتة، الأشخاص اللي لا زالوا يجابهون الصعوبات بكل مدينة بكل بلدة، على النشطاء، على الشباب، على الجميع، أنه يساعدونا بالمهمة هي. بوجودهم عندك بيكون عندك public compliance، يعني عندك ناس يراقبون أداء الحكومة، عندك أشخاص يساهمون بأداء الحكومة، وبدون دعمهم ما رح ننجح. ولكن الوضع العسكري والوضع المالي والوضع السياسي كل شيء مرتبط ببعضه، وكما قلت سنكون شفافين إلى حد أقصى بالنسبة لعمل الحكومة. وأول شيء سأقوم به هو وجود مراقبين ماليين ومحاسبين في كل وزارة، ومساعدة كل الوزارات لكي يهيئوا ميزانيات وزاراتهم، والنتيجة ستكون لكل السوريين ليطلعوا على ميزانية الوزارة ويطلعوا على عمل الوزارة. وإن شاء الله بعد 6 شهور بنكون توفقنا بالقيام بما هو مفيد للشعب السوري. بعد يعني نحو أكثر من 40 عام على الدولة الاشتراكية في سوريا والنظام الاشتراكي، هل تعتقد أن الوزير إبراهيم ميرو وزير المالية السوري الجديد في سوريا الحرة في المرحلة الانتقالية على الأقل سوف يشكل حالة انتقالية للاقتصاد السوري؟ بصراحة في مدرستين، المدرسة الأولى قريبة لسه للاشتراكية ولا حتى شيء نوع من الشيوعية بموضوع الاقتصاد، والمدرسة الأخرى هي الليبرالية، بدون يحاولوا يفتحوا كل الأبواب وحتى يعني القطاعات العامة. أنا بقول خير الأمور أوسطها، فلذلك أنا أظن أنه إعادة تأهيل الاقتصاد السوري في كثير من المؤسسات العامة مثل جرارات الفرات منذ أن أسست لم تربح هذه الشركة، فشركة مثل هذه الشركة يجب أن تقفل في سوريا جديدة. ولكن في كثير من المؤسسات العامة يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نحميها. ليس الدول الأوروبية في الكثير من القطاعات العامة لا زالت في يد الدولة، ولكن كل مكان القطاع الخاص يكون هو الأفضل يجب أن ندعمه. هل تعتقد بأن سعادة الوزير جاهز بعد 6 أشهر أو نحو 6 أشهر مثلا للمحاكمة الإعلامية أمام المواطنين السوريين ليعرض ماذا قدم وأين قصر أيضا؟ نعم، أظن يجب أن يكون كل وزير وكل شخص بدأ بهذه المهمة أن تنظر إلى نتائجه. ولكن كما قلت توكلوا ولا تتواكلوا، ساعدوا الحكومة السورية، ساعدوا. أنت ترمي بذلك الكرة في ملعب السوريين بالضبط. صحيح؟ نعم بالضبط، أنا أقول هذه الوزارة لن تنجح إلا بدعم الموظف والخبير اللي موجود حاليا وبيشوف البرنامج هذا. ساعد الحكومة المؤقتة. لكن لديك مسؤوليات. طبعا طبعا، ولكن لست لوحدي، المسؤولية طبعا قسم على الوزارة وقسم على الحكومة، ولكن قسم على الشعب السوري لازم يساعد الوزارة كمان. إذا موعدنا بعد مدة من الزمن ربما 6 أشهر لنتعرف على نتائج مشروعك الوزاري وما قام به الوزير إبراهيم ميرو في وزارة المالية والاقتصاد، أصغر وزير مالية في سوريا والعالم العربي وربما في العالم أيضا سعادة الوزير. شكرا جزيلا لك لهذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في فترة قادمة. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة مع وزير جديد في ضيف المشرق. إلى اللقاء.